من استوديوهات قناة نوميديا أحييكم وأرحب بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم نيو ميديا. موضوعنا لهذا المساء المشهد الثقافي الجزائري، أي واقع، أي تحديات، وأي أماني، وأي وصف للمشهد الثقافي الجزائري. للحديث على هذا الموضوع أسعد باستضافة إعلامية جزائرية جاهدة رمضاني. مساء الخير، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم على الاستضافة، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا. يحضر معنا أيضا الإعلامي والكاتب عبد العالي مزغيش. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا. يحضر معنا أيضا الإعلامي فيصل شيباني. أهلا وسهلا، شكرا لك بالدعوة. شكرا وليد، مرحبا. وأخيرا راك معايا. أخيرا. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير الذي أعدته الزميلة زهور سيني حول المشهد الثقافي الجزائري، ولنعود لفتح الحوار والنقاش. تابعوا. المشهد الثقافي بالجزائر، كلما طرح هذا الموضوع للنقاش إلا وتها المتسائل بين أسئلة عدة ومتعددة، فقد تعاقب على وزارة الثقافة وزراء ومسؤولين وصفهم الكثير من الفاعلين في الصحة الثقافية الجزائرية بالفاسدين والمفسدين للمشهد الثقافي الجزائري. خلعت مصباح وانا نعيط وانت تخبي كي الفار. عن بالي هي انا. شكون هي هذه؟ معلمه. وعلاش كاشي معلمه في الدار من غيري انا؟ خي كماره يا اخي. اسمعي، ما تصريش، ما تصريش بزاف، كيفاش كماره هذه؟ حبت صوتك قلت لك. خي مجنونه يا اخي. بين المحبات والفساد غطت الضبابيه على المشهد الثقافي الجزائري، فقلت الإنتاجات الثقافية في المسرح، الأدب، السينما وحتى الدراما، وهذا راجع لعدة أسباب أولها الضائقة المالية. فهمك. فهمك. أنا رايح نقول في حنايا. أنا عندي شغل. وتزيد تحل في فمك. وعلى خلصت عني أنت. يبقى السؤال لا يطرح نفسه في الواجهة، أي مشهد ثقافي للجزائر وأي أمان حققت في هذا المجال؟ Je vais faire du cinéma. Aïcha, c'est le rêve de ma vie. Il a fallu que je vienne au désert pour faire du cinéma. Faire du cinéma? Non, mais ça va pas, quoi, tu as pris un coup de soleil. C'est ma femme, mais moi, je veux pas qu'elle fasse du cinéma. Moi, je fais du cinéma, mais écoutez, monsieur, je vous ai dit que demain, on part de bonne heure. C'est pas la peine d'agister. Hein? Ouais. Mais monsieur, il y a que les femmes qui m'intéressent. حسن، كم كان دير فاتن حمامة بعد ممثلة كبيرة؟ ما خبرلوش. هذاك مقصدي. كان هذا التقرير للزميلة زهور سيني حول المشهد الثقافي بالجزائر. نبدأ معك عبد العالي مزغيش، لو طلبنا وصف للمشهد الثقافي بالجزائر وش راح تقول لي؟ طبعا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. في الحقيقة الآن كأنه السفينة بدون ربان. الوضع الثقافي منذ تقريبا تعيين الوزيرة السابقة مريم مرداسي إلى غاية اليوم ضبابي. المشهد ضبابي، الكثير من المهرجانات ما نش عارفين هل ستنظم في أوقاتها أو على الأقل تؤجل قليلا، لا ندري. الكل يلقي باللوم على هذه الوزيرة طبعا، ولكن طبعا هي عندها جزء من هذا الوضع، وللوزراء السابقين عندهم أيضا حصة الأسد من المشاكل اللي تخبط فيها القطاع، دون أن ننسى الإطارات التي عششت في مكاتب وزارة الثقافة. ما نقولش كل الإطارات، ولكن عدد كبير. احنا دائما نشوف الوزير هو مهمته واجهة سياسية وجاي على جل مهمة أغلبها سياسي أكثر منه، ولكن الإداريين الذين يملؤون مكاتب وزارة الثقافة خصوصا ثم مؤسسات تابعة للقطاع، هؤلاء هم الذين لم يتغيروا، الكثير منهم تجاوز سن التقاعد ولم يتقاعد ولم يترك الـ 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 يعني الـ القيادة لشباب لإطارات أخرى جاية تطلع، وهناك إداريين غارقين في الفساد.
احنا لا نعمم هنا حتى لا نظلم وحتى نكون منصفين لكثير من إداري وزارة الثقافة، ولكن فيه إطارات داخل وزارة الثقافة وخارج الوزارة في مؤسسات وفي مديريات 48 ولاية فيهم من يتحمل هذه المسؤولية، لأنه أدار القطاع منذ سنوات طويلة وكانت النتيجة هذا الفشل الذريع في الأداء. طيب نواصل معك جاهد رمضاني. قبل ما نبدأ قلت الفيصل، قلت له سنتكلم على بؤسنا، يعني المشهد الثقافي الجزائري بائس، لماذا هذا الوصف؟ قبل أن نتحدث عن البؤس عن الواقع، نتحدث عن الذي كان، كيف كانت الثقافة في عهودات سابقة في وقت سابق، قبل أن نتحدث عن الثقافة بعد 22 فبراير. للأمانة نقول أن القطاع الثقافي من سنة 2006-2007 إلى حوالي 2014-2015 عرف احتفاليات وتظاهرات كبيرة في الجزائر، زمن البحبوح، حجت إليها كل الدول العربية كلها دون استثناء. نبدأ ب 2007، الجزائر عاصمة للثقافة العربية، وكل ما قيل عن تلك التظاهرة في ذلك الوقت اللي كانت تحت قيادة خليدة تومي، نتحدث على 2007 أواسط العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نتحدث عن 2009 المهرجان الثقافي الإفريقي، أيضا كان واجهة إفريقيا، الجزائر كانت واجهة إفريقيا لدى العالم. نتحدث على 2011، الجزائر عاصمة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، كل ما قيل عن أسباب اختيار تلمسان في ذلك الوقت، الأسباب السياسية لماذا تلمسان دون غيرها، إلى أن نأتي إلى قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 اللي أيضا عرفت الكثير والكثير من الجدل من الفضائح إن شئت، لكن إنصافا نقولها إحنا كمتابعين للشأن الثقافي، عن نفسي تابعت كل هذه التظاهرات الثقافية، كان فيه إنجازات، كان فيه ترميم، كان فيه بناء لمسارح وقاعات سينما. المعرض الدولي للكتاب عرف أوج وأزهى أوقاته في هذه الفترة. أتحدث عن الوزيرة خليدة تومي التي عمرت على رأس القطاع لأكثر من عقدين، يعني أكثر من 10 سنوات، يعني عهدتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 11 سنة تقريبا. وبالتالي كانت فيه إنجازات وكانت فيه ضخ للأموال، كان في ذلك الوقت في زمن البحبوحة، وكانت فيه أعمال جادة على المستوى السينمائي، على المستوى الأدبي، على المستوى التلفزيوني، على المستوى المسرحي، أيضا المسرح في ذلك الوقت أيضا عرف إنتاج كبير. لكن ما تكرس عند الرأي العام، ما تكرس عند الجزائري البسيط، ما هو؟ أنه هذا دراهمنا وهذا دراهم الشعب، وبين قوسين راهو يروح في الشطيح والرديح، وراهو يهدر المال العام تحت مرأى المسؤولين بمباركة المسؤولين، وهذا جزء من الفساد لليوم الجزائري راهو يقول بلي هذه كانت فساد. أنا وش نقول؟ في ذلك الوقت كانت أشياء جادة يجب أن تثمن، وكانت كاينة مهازل وفضائح يجب اليوم أن تفتح محل ملفاتها وأن تحاسب، كانت أفلام جادة فعلا، كانت في كتب مرموقة، أنا نشفى حتى كانت في إقامة إبداع لاكتشاف المبدعين والكتاب. الآن نتحدث على بؤس، نعم هناك بؤس، لكن ما نحولوش المشهد الثقافي إلى لا شيء، هذه أولا. ثانيا فكرة مهمة أني حابة نقولها لكل الزملاء، الرئيس السابق بوتفليقة عمر لأربع عهودات. أنا في رأيي أي نظام سياسي في أي بلد، لسيما إذا كان بلد كالجزائر، عندما يريد أن يتوغل ماذا يفعل؟ يحب تكون عنده شرعية واجهة. الثقافة في تلك الفترة كانت واجهة للنظام السياسي، بما قدم فيها، بما قيل عنها، بما بكل الأموال اللي ضخت فيها. لكن أنا أتأسف جدا أنه ما بقي في ذهن الجزائري أنه إهدار المال العام. لماذا لم ننجح في تأسيس مهرجانات حقيقية لا تذهب بذهاب الأموال ولا تزول بذهاب ثقافة الريع اللي كانت موجودة؟ لماذا لم نستطيع أن نؤسس لمهرجانات حقيقية لا تنتهي أو تتغير حساباتها بتغير وزير مثلا، يذهب وزير يخلف وزير، تنتهي التركة، تصفية حسابات. هنا فشل، وهذا الفشل نتحمله إحنا كإعلام ثقافي أيضا. طيب. ويتحمله كل، مش فقط الدولة، يتحمله كلنا. طيب. إحنا مشتركين فيه. طيب خلينا نوصل مع فيصل شيباني. تقول لك جهيد رمضاني نتحمل نحن كإعلاميين المسؤولية في رداءة المشهد الثقافي الجزائري، يتحمل الفنانين بمختلف مجالاتهم لهذا الفشل وهذا البؤس الثقافي الذي نعيشه الآن، ويتحمل المسؤولين على قطاع الثقافة هذا البؤس الثقافي الذي نعيشه الآن. أنت كفيصل شيباني كإعلامي متخصص في الشأن الثقافي
الثقافي. كي تسمع كلام مثل هذا واش تكون ردة فعلك؟ اكيد الاعلام الاعلام اولا مساء الخير. الاعلام الإعلام مسؤول كما قال جيد. نحن كذلك مشاركون في هذا البؤس الثقافي الذي نعيشه الآن. تحدثت عن ثقافة الريع، هذه ثقافة الريع مست كذلك الكثير من الصحفيين، الكثير من الأقلام الجادة التي انخرطت في هذا الريع وأصبحت أقلام والية لوزارة الثقافة، أصبحت لا تنتقد لا تنتقد الوزير الفلاني، لا تنتقد المسؤول الفلاني، لا تنتقد رئيس المهرجان الفلاني، وحتى لا تنتقد مخرج المسرحية الفلاني أو مخرج الفيلم الفلاني. تحدثت كذلك نقطة عن قلت بأنه في كل هذه السنوات التي أشرفت عليها خالدة تومي كانت وزيرة للثقافة، كانت هناك أموال، أكيد كانت هناك أموال كثيرة، ولكن لم نستثمر في هذه الأموال للتأسيس لثقافة حقيقية في الجزائر. الحديث عن أفلام، العديد من الأفلام، مئات الأفلام التي تم إخراجها طيلة هذه السنوات، والعديد منها ربما الأفلام التي عرضت على الجمهور الجزائري تعد على الأصابع. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن كلامي. هناك أفلام لم يشاهدها حتى الصحفيون، حتى الناس اللي داخل المشهد الثقافي لم يشاهدوا هذه الأفلام ولم يشاهدوا هذه المسرحيات. بالتالي هذا البؤس هو سلسلة، يعني هو أنا نعرف مخرج سقسيته على الفيلم نتاعه وهو ما شافش الفيلم نتاعه. لا ممكن يقول لي في المونتاج، قلت له في اللقطة الفلانية، قال لي والله ما راي رايحت لي. لا احنا دائما نبكي على السنوات، نبكي على السنوات الماضية. الأموال كانت موجودة، يعني لو نتحدث من سنة 2000 إلى غاية سنة 2019 هناك بعض التجارب الشبابية التي تستحق الاحتفاء. خليني نفتح لك قوس فيصل شيباني جاوبني عليه من فضلك. ما تشوفش أنه في عهد خالدة تومي صنعت بعض المخرجين اللي هم دخلاء على السينما الجزائرية وضخت لهم ميزانية ضخمة لأفلامهم؟ أكيد ورجع. أكيد أكيد وليد، أكيد أكيد كان 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 مثل ما نقول بما يشبه الصوغ، يعني صوغ، كان صوغ، كان صوغ، يعني نقولها بصريح العبارة. كان أي واحد يقدم عمل لجنة القراءة في وزارة الثقافة موافقة عليه، خذ الأموال وأخرج أي فيلم. يعني ممكن الواحد كان ممكن كان مخرج مصور حفلات ختان وعرس أصبح مخرج سينمائي، والله حصلت وما زالت. لذلك أنا أعتقد بأنه في هذه الفترة سيكون البقاء للأصلح، البقاء للمخرج الحقيقي، البقاء للسينمائي الحقيقي وللمسرح الحقيقي وللكاتب الحقيقي. وهذا الكلام كذلك يشمل الكتاب. في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 عادي كل دور نشر تمسك أي كتاب، في إطار أي مخطوط، كتاب وكتاب وطبع وأموال ضخمة صرفت وفساد كبير. لو يفتح فقط ملف النشر في الجزائر والأموال التي صرفت في هذه التظاهرات أكيد العديد من الرؤوس سوف تسقط. صحيح. نواصل معك عبد العليم زغيش. في مرحلة من المراحل نقولها عادي كنت خالدة تومي على رأس وزارة الثقافة مدة فوق 10 سنوات، 11 سنة بالضبط. كان مبدأ خذ وهات، خذ الميزانية وأعطيني الفيلم. فيه ناس داو الميزانيات ما شفناش افلامهم لغايه اليوم 2019 ما شفناش افلامهم. في رايك اليوم اصبح اليوم الزامي نفتحوا ملفات الفساد في قطاع الثقافه لمحاسبه هؤلاء؟ طبعا من المستعجل، لان نشوف باللي الجهات القضائيه حاليا ربما تشوف الثقافه على اساس انها يعني ماهيش في مقدمه الملفات والتي يجب ان تفتح. الان راهم لاتيين برجال الاعمال، لاتيين بسياسيين. ولكن اسمح لي نقاطعك في النهايه، ما نهب من طرف في وزارة الثقافة، يعني في وزارة هو مجرد صرف، بنقول يعني صرف صغير مقارنة ببقية الأموال التي نهبت، لأنه حتى ميزانية وزارة الثقافة هي أضعف ميزانية في الحكومة في النهاية. وأنا في رأيي أنه القضية برك قابور، يعني وقت هاي دايرة طابور الملفات الثقافة تمناو تسارع، ولكن وقتاش إن شاء الله في أقرب وقت، لأنه فقط الحديث عن خيمة تلمسان حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وما على بالناش وراه يوصل. يعني كم سعر، يعني في النهاية كم سعر الخيمة؟ 20 مليار قال لك سنتيم. 20 مليار سنتيم سعر الخيمة 20 مليار سنتيم؟ نعم. وهي سعرها ما ينفقش 20 مليون ومعليش، ولنفترض أنه 2 ملايير 3، ولكن الملف هذا هضروا عليه الصحفيين، يعني الإعلام تناول هذا الملف يعني. والآن وراه القضية ما نش عارفين وراه يواصلها، ربما ما زالت القضية طيب. بعيدا على لغة المليارات، ثقافة لا تقدر بثمن. أكيد أكيد. أكيد زرع الثقافة في المجتمعات لا يقدر لماذا جهيدة لازم تكون هي
لازم. لماذا قلت أنا لما نتحدث عن محاسبة الفاسدين والمفسدين وآخر شيء الوزارة، لأنه أصلا ميزانيتها ضعيفة وأنا ضد هذا. أنت في تونس جارة شقيقة ما عندهاش الأموال اللي عندك أنت، كل سنة ميزانية وزارة الثقافة تتصاعد، وأنا شفتها يعني شفتها بعين الميزانية. أنت في الجزائر تتقلص. خالدة تومي، أقولها على مسؤوليتي، خالدة تومي رغم كل الفساد الذي حدث ورغم كل الأموال التي نهبت وسرقت تبقى أحسن وزيرة ثقافة مرت على تاريخ الجزائر. أقول هذا لأن خالدة تومي كما قالت أسست للعديد من الأشياء الجيدة، أسست لمهرجانات، أسست لمعارف، أسست للعديد من الأشياء. لحظة مالك، خليني أوصل. لحظة اسمحي لي، جايدوك نرجع لك. أنا كثير من الفنانين جبتهم هنايا، وكان في اتصال مع زكية محمد لم تخلني الذاكرة، كانت في عدد مخصص خصناه لقضية الفنانة نضال. تصلت زكية محمد قالت أنه في عهد خالدة تومي قاربنا وشرفنا على تأسيس نقابة للدفاع عن حقوق الفنانين، منعتها خالدة تومي. إذا أنت هذه منعت باش نأسسوا نقابة للفنانين، تقولي أنت إنجازاتها وأحسن وزيرة. وهل اعتمد نقابة الفنانين يكون على مستوى وزارة الثقافة؟ وزارة العمل. يفترض أن وزارة هذا العمل. كلام. لا أعتقد بأنه خالدة تومي لا لديها علاقة بمن اعتمد نقابة أو من اعتمد جمعية، لو اعتمد الجمعيات في وزارة الداخلية. صح، كثير راح يقول لك ذوك، يقول لك خالدة تومي برزت وسطع نجمها لأنه كان في عهد البحبوحة وكان عندها الدراهم. هذا مكة. لأنه ربما كانت تقدر تجيب حقها وتقدر تجيب دراهم. طيب، عكس أن يأتي وزير أقولها مثلا مثل عز الدين ميهوبي الذي لما يقال له خذ هذه الميزانية يقول نعم، أنزل الميزانية نعم، ثم أنت كرازي كما نقوله كرازي رؤساء المهرجانات واعطيهم زوج دروب ودير مهرجان. وزير الثقافة الوحيد مستحيل في العالم دير مهرجان. أنت عندك أكبر مهرجان سينمائي هو مهرجان وهران ديرو بربع ملاير. تخيل ربع ملاير اللي هي 200,000 دولار. اسمح لي فيصل، نصف نظام. اسمح لي فيصل، تفضلي. انا وش نقول؟ كما قلت لكم الثقافة تقدر بثمن، هذا مفروغ منه. نضخوا كل المليارات، هذا ماشي خسارة في انك تقدم فيلم يحكي على تاريخ، يحكي على الثورة، انك تمجد شخصية وطنية، او انك تنشر كتاب يكون واجهة وياخذ جوائز أدبية وعالمية في الملتقيات، او انك تنتج فيلم سينمائي ايضا يكون واجهة بلد ويلحق لها الكان مثلا ونصبح واجهة الجزائر والعرب. لكن لازم تاني نعرفوا أنه كانت فيه أيضا مآخذ على السيدة خالدة تومي. أنا بالنسبة لي نشوفها في أبرز شيء أنها كرست ثقافة اللي سماها الجزائري الشطيح والرديح والزردة، واللي يجي يأكل واللي يجي يدي واللي يجي يدخل بدون لا حساب ولا عقاب والشلالية. نعم، هنا وصرت، هنا صرت القطيعة ما بين الثقافة والجزائري. تعاملت خالدة تومي أو في تلك الفترة تم التعامل مع ثقافة على أساس أنها ترف، في الوقت اللي هي مستلزمات كما نشرب الماء كما نأكل هي حاجة من حاجيات الإنسان. أنك تمشي للمسرح وأنك تمشي للسينما ماشي أنه أنت غني ومرتاح أي واحد وأنت عايش آلاز وعندك طنوبيل وراح تقاري وتدخل. لا، أنك تقرأ في الجامعة وتشوف فيلم سينمائي هذا من صلب اهتماماتك كطالب. انه الابن يربي ابنه على انه يروح يشوف مسرحيه وانه يروح يقرا كتاب، او انه هذا من صلب تربيتك انت. احنا في هذه فشلنا، منظومتنا الثقافيه ومنظومتنا السياسيه هنا وين فشلت. كل منظومه فشلت. اسمحني اقول لك، واحنا وين رانا واصلين في 2019 اليوم؟ رانا واصلين للتعصب اللي تزرع منذ سنوات، نقدر نقولها 20 سنه مثلا. جيد، يعني الشاب اللي كان في عمره في عهد الرئيس بوتفليقه في اول عهده اللي هزت في 99، اليوم 2019 راهو شحال في عمره؟ 20 عام. وبالتالي 20 سنه يدرس في الجامعه، من المفروض راهو شاب واعي مثقف، وفعلا اثبت انه واعي مثقف من خلال حركه 22 فبراير. هذا من جهه. من جهه ثانيه، ما تلاحظوش باللي احنا اليوم على مستوى على مستوى طريق سياسي اللي راهي تمشي فيه الجزائر، هنا واصلين انسداد معين. لماذا هذا الانسداد؟ بغض النظر على الحديث على السياسه وفي اسماء وبرزت أنا لاحقين لفتره فيها تعصب من كل الجهات، تراكمات، فيه تعصب. اسمح لي فقط، فيه تعصب من كل الجهات. مؤخرا رحت خدمت ندوه صحفيه لعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، فتحدث على الحوار ولجنه الوساطه وكل شيء. سالته سؤال، قلت له الا ترى انه اليوم لجنه الحوار والوساطه أيا كان يجيبوا ملائكة منزلة من السماء سيطعن في مصداقيتها وسيتم تخوينها وسيتم الحديث على أنه في 2000 وكذا كان عندها صورة فلانية مع الشخص الفلاني في 2000 وش جاوبني السيد علي بن فليس؟ قال لي النظام السياسي الجزائري سحر الساحة السياسية. أنا نظن أنه الساحة الثقافية إلى حد بعيد اليوم مصابة بالتصحر. نعم. اليوم هنا عايشين
مشكلة حقيقية مع الآخر، في تقبل الآخر، في الحديث عن الآخر، في الانفتاح مع الآخر. وهذا الشيء بمن يتأتى؟ مشي بالمليارات، يتأتى بعقل مستنير، بعقل متفتح، بعقل يقبل الآخر. وهذا الشيء ما تقومش به السياسة وحدها أو الثقافة وحدها. طيب خليني نكمل، خليني نوصل في نفس الفكرة نتاعك. نظام بحد ذاته. خليني نوصل في نفس الفكرة نتاعك. في عام 2013 زميلة للسيما غولية بلوز استضافت السيدة أحلام مستغانمي اللي هي أديبة وروائية عالمية جزائرية. قالت لها على ما أذكر وكان في اليوتيوب اللقاء هذا، قالت لها أحلام مستغانمي، قالت تعرفي علاش يروح المواطن البسيط يتفرج الفيلم ويقعد في قاعة السينما ويقطع الفوتيه هذاك اللي قاعد؟ قالت لها علاش؟ قالت لها لأنه على باله باللي نصف ميزانية ذاك الفيلم نهبت باسم السينما، باسم الفيلم، ناهيك عن مثلا باسم الأدب، باسم الدراما، باسم كذا، باسم كذا، باسم كذا. أنا حبيت برك نوه إلى نقطة سي عبد العلي مزغيش علق عليها، يا هل ترى تحترم مثقف سارق؟ طبعا لا، ولكن لازم نعرفوا باللي إحنا مشكلتنا أنه الدولة، يعني النظام السياسي على مدار سنوات طويلة ينظر للثقافة على أنها طرف زائد. وهذه النظرة الدونية للثقافة هي اللي رانا اليوم نحصد ثمارها. صح. النظام السياسي قبل بوتفليقة كان ينظر إلى الثقافة على أساس أنها مخلص وصورة تلميعية، صورة العالم تلميعية وهروب، وإعطاء صورة عن بلادنا الواقفة ضد الإرهاب وأنها بخير التسعينات وأننا بخير وأن الجزائر. هذه النظرة أيضا كرست في عهد الشاذلي بجديد، وكرست في عهد هواري بومدين، وكرست في عهد بوتفليقة خصوصا. مجرد أنك تنصب خليدة تومي لشراء ذمة تيار معين في الجزائر، معين إيديولوجي وسياسي في الجزائر، هذا خطأ. خليدة تومي لا علاقة لها بالثقافة أصلا، فجيء بها لشراء ذمة تيار فرانكوفيلي فرانكوفوني في الجزائر. ثم البحبوحة يا سيدي معليش، وماذا علمه به؟ ثم بعد 12 سنة جات العبيدي اللي هي بنت القطاع، بنت السينما، مخرج السينما. ما طولتش بزاف جاء ميهوبي. احنا قلنا الان هذا الخلاص مع عز الدين ميهوبي، وزير شاعر ومثقف، سينسينا هذا الشاعر والمثقف والسيناريست وكاتب الاوبيرات في المجازر ربما تاع اللغويه. لما كانت تكلم خليدة تومي الحاجه الايجابيه فيها انها تعلمت اللغه العربيه ولا تهضر يعني بيان، يعني بدات صيغه اللغه العربيه. لا بأس. والحاجه الايجابيه الثانيه انها ضربت الطبله على جال ميزانيه وزاره الثقافه طلعتها. جاء عز الدين ميهوبي الوزير الثقافه الوحيد في العالم ليفتخر انه نقص وقلص من ميزانيه قطاعه، وما زال ليومنا هذا يفتخر بهذا الامر. السينما كانت السرقه عموما في الكتاب والنشر في عهد خليدة تومي، يعني سرقة الله لا يشوفك، يعني ملايير الملايير في عهد عز الدين ميهوبي. ولات السرقات ترى في قطاع السينما للأسف الشديد، الأصابع موجهة إلى عهدة عز الدين ميهوبي بخصوص قطاع السينما. بصح دوك معليش عبد العزيز مزغيش، معليش اسمح لي فيصل عبد العزيز، معليش خليني معليش خليني نكون انا كمحايد. كثير من الناس اللي يتبعوا فينا الان من الجمهور نوجهوا التحيه، يقول لك عبد العزيز مزغيش عنده مشاكل مع عز الدين ميهوبي، راهو يكلاشي فيه كما يقول. لا لا لا، انا عز الدين ميهوبي ما عندي معه حتى علاقه تاع مصاهره باش نضرب معه، ما عندي حتى بروجي معه. ما عطاني سيناريو، ما عطيت له سيناريو باش ننجو عن طريقه ولا ينجو عن طريقي. ما عطاني قصيدة نغنيها له، مانيش مجد الرومي باش نغني له قصيدته، ولا كنت إنسان إلا أني نعرفه ككاتب. صحيح. الآن عز الدين ميهوبي في عهده، وأنا قلت هذا يعني، وأنا الحمد لله في يعني من مانيش من الناس اللي يهضروا في الكواليس ومن بعد ما ينافقوه. أنا قلت له هناك سيناريست أردني أدى قريب مليار على مسلسل ابن فيلم ابن باديس، خلصته ودا قريب مليار، يعني 800 مليون بشهاده الفنان عبد النور شلوش. اذا راه يشوف فينا ولا روحوا سقسيوه. قال لي انا دخلت عند هذا السيناريست، نعم، مش عارف اسمه، ديما يغيب لي. معليش. دخل عنده قال له يا ودي اني نكتب، هذه في عهد عز الدين ميهوبي، اني نكتب في سيناريو ابن باديس. هم كراو لي هذه لابارتومون، هم عطاوني طون، هاي نكتب فيها. بعد مده
تم التخلي عن سيناريو هذا السيناريست الأردني، وتم منح هذا السيناريو لربح ظريف. لم يتخلى عن السيناريو بل منح هذا السيناريو للسيناريست الأردني إلى ربح ظريف، ربما لإضافة عليه بعض الأشياء وهو مسجل في الديوان الوطني لحقوق باسم ربح ظريف وحتى باسم الأردني كذلك مسجل على ربح ظريف اللي هو مدير الثقافة لولاية المسيلة. نعم هذه احنا وش قلنا يا عز الدين ميهوبي، والله ما عندنا مشكل خاص معه، احنا نتكلم عن قطاع فيه ملايير، فيه صورة البلاد، فيه ثقافة بلد، مجتمع إلى آخره. طيب. احنا قلنا باللي هذا القطاع لازم يتسجل. أول مشكل أنك ما تكرسش الجهوية. جاب ربح ظريف شاعر صديقنا أنا نعرفه من أيام الجامعة، دار مدير متحف نصر الدين ديني في بوسعادة، ثم حطوا مدير ثقافة في المسيلة، ثم بعد أيامات نلقاو ربح ظريف عضو لجنة قراءة أو لجنة تحكيم، ما ربح ظريف رئيس تحرير مجلة أمال. طيب اللي حبست. طيب فهذه الجهوية، ثم مدراء روحوا يحسبوا الصحفيين، وإحنا رانا صحفيين أيضا، روحوا نحسبوا مديري الثقافة في 48 ولاية، أغلبية تحمي إذا ما همش من مسيلة، وأنا مانيش ضد ولاية المسيلة، هي ولاية مثقفة، ولاية رائدة على عيني ورأسي، وإنما كرس الجهوية عز الدين ميهوبي وكرس حزبية بحيث قام بأرندة من الأرندي، دخل بزاف مديري ثقافة ومديري دور ثقافة من حزب الأرندي الذي ينتمي إليه، وحتى حتى رئيس مهرجان مسرح الهوات في مستغان من الأرندي. طيب نرجع للمحاباة في المشهد الثقافي الجزائري، لكن نتوقف مع هذا الفصل سيدتي سادتي، ابقوا معنا. أجدد التحية لكم أنتم مشاهدينا الكرام الذين تتابعوننا هذا المساء في عدد جديد من برنامجكم نيو ميديا، موضوعنا لهذه السهرة المشهد الثقافي الجزائري، ضيوفي الإعلامية جهيدة رمضاني، الإعلامي والكاتب عبد العالي مزغيش، والإعلامي فيصل شيباني. قبل الفاصل كنا نتحدث على المحاباة في قطاع الثقافة، خلينا نوصل معك جهيدة رمضاني، وكأنه أنت شغل الصوت الرزين وصوت الحكمة في عندي في بلاطون. خليني أقول لك، شئتي أم أبيتي هناك محاباة في قطاع الثقافة. تعرفني أدي المشروع هذا، وصلوك لعندي بس كنت حبيب فلان، ندي معك بورسنتاج ودي المشروع هذا، شئتي أم أبيتي، بدليل وبدون دليل. أنت قلتي أن الثقافة لا تصنع بالأموال، ولكن الواقع يفرض هذا الصورة البائسة للثقافة الجزائرية. تفضلي تعليقك. أنا نعلق كصحفية لأنه نعرف خبايا بعضنا أحسن، يعني إحنا نعرف بعضنا. أكبر محاباة صارت في القطاع الثقافي كانت من قبل إعلاميين جزائريين في القطاع الثقافي، كل باسمه، مانيش هنا باش نشخص أو باش نمد أسماء، كل واحد يعرف طبيعة علاقته بالوزير فلان أو علان، وهذا شيء أنا ما نتعطاهش، هذا المعطى ما ندخلش فيه. لكن تشويه المشهد الثقافي بالطريقة اللي راهو موجودة اليوم تتحملها المؤسسات الإعلامية ويتحملها العديد من الإعلاميين المحسوبين على القطاع الثقافي. الكثير من الإعلاميين الجزائريين المحسوبين على قطاع الثقافة كانوا داخل وصلب فضائح كانت موجودة داخل القطاع، تسطروا على بعض منها حين شاءوا، وفضحوا البعض منها على صفحات الجرائد حين شاءوا، أيضا خرجوا للإعلام وهدروا جهارا نهارا حين شاءوا، وسكتوا كي قالوا لهم اسكتوا ما تهدروش. أنا هذا الشيء يؤسفني كصحفية، وأنا مسؤولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفساد الموجود في القطاع. اليوم أنا نقول كتر خير الحراك اللي حرر الجميع، صح؟ حرر البلد من العصابة بين قوسين،
ما نقولش هذا المصطلح لأنه أنا صحفية، ما نقولش هذا المصطلح اللي قالوا القايد صالح، ونقولوا باللي كتر خير الحراك اللي حرر القطاعات وخلنا نحكي بحرية في البلاطوهات، يكتر خير الحراك اللي فضح الكثير من الأسماء اللي كانت محسوبة، اللي كان البعض منها في وقت سابق يباهي بصداقته بوزير في حكومة فلان أو علان، يباهي بصداقته الوزير الثقافة وكان يأخذ جزء كبير من الريع الموجود خفية أو علنا لا يهم، هذا الشيء كان موجود. القطاع الثقافي صديقي العزيز وكل الزملاء، خليني أقول لكم أنه مدراء بعض المؤسسات الإعلامية عندما يريدون معاقبة الصحفي بدوه يبعثوه للقسم الثقافي، هو معاقب ما يعرفش، كي يجي الصحفي يحب يتعلم يتعلم في القسم الثقافي لأنه قسم مهمل يبدأ فيه الصحفي إلا كان ما يعرف. تجي صفحة الإشهار ما كاش صفحة هذا وش كنت حنقول، يجي الإشهار لأنه بتبعت قال اليوم بعد ثلاث صفحات عدنا زو صفحات ثقافي نحيهم وخلي كل هذا الشيء مسؤول على تكريس الفساد في المشهد الثقافي. فشلنا احنا كإعلاميين في الاتحاد مع بعضنا وفي تكوين نقابة، هذا ما تشوفوش باللي فشل بالنسبة لنا. معليش نزيد نقول كلمة، تفضلي وإن كانت شوية تجرحنا سيئة. أكثر الصحفيين اللي يخونوا بعضهم هم الصحفيين في القطاع الثقافي. لا هذا تصريح خطير. لا اسمح لي خليني أقول بصراحة، احنا نعرف بعضنا، أنا عندي تقريبا 13 سنة في الإعلام الثقافي. احنا للأسف من المفروض احنا هما واجهة، احنا الأكثر انفتاحا، احنا لازم نكونوا الأكثر تقبلا للآخر، احنا لازم نساعدوا بعضنا لأنه احنا نخدموا في قسم نبيل هو القطاع الثقافي. ولكن لا أحد يساعد صديقه في القسم الثقافي وهذه حقيقة موجودة. نعم. هل كذبت؟ هل كذبت عبد العالي؟ هل كذبت؟ قولوا لي، احنا أصدقاء منذ زمن، هل كذبت؟ لا حقيقة موجودة. الحقيقة لهذا حنقول باللي المشهد الثقافي ما يتحملوش وزير فقط أو آخر، وإن كان يتحمل الجزء الكبير. نعم. صح، ما يتحملوش كله. الكل أكيد. ما يتحملوش وحده. هي حلقة. هذه هي. فياريت نحكي بكل المعطيات الموجودة الحقيقية وأنا نحكي على مستوى. هي حلقة وحتى الصحفي الذي ينتقد، حتى الصحفي الذي ينتقد مسؤول الثقافة الفلاني. يأتي ربما صحفي آخر يقول هذا ينتقد لأنه لم ينل نصيبه من الرياضة. خليني أطرح لك سؤال قبل. أنت لو مثلا في عهد الوزير الأسبق عز الدين مهوبي، باسكو كان لانه كان هو في كل 8 مارس يدعو زميلات صحفيات ويكرمهن بهذه المناسبه، جردي نفسك وكوني صريحه معايا. ما زلنا في 2017 2018 في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقه، وانت صحفيه تم استدعائك من قبل وزاره الثقافه لتكريمك صحفيه تعنى بالشان الثقافي، تروحي تقبلي هداياهم؟ هذا السؤال تأخر وقته، كان سألتني في هذاك الوقت وكون جاري في الإجابة. لا ارجع معي بالذاكرة، حطي نفسك في هذاك الموقف. هذا السؤال فات وقته، احنا اليوم انتهى، احنا نحاولين نأس ونكرسوا لأشياء جديدة، علاش مازلنا حابين نقعدوا رهناء رهينين الماضي ورهينين ما عندوش ماضي، ما عندوش حاضر، ما عندوش مستقبل. طيب باش نسقموا، ما لازمش نهدموا كل شيء ونبنيوا، ما نقدروش. معليش يا جاهده، خليني والله اسمحي لي جاهده، خليني نفتح معك قوس. خليني نفتح معك قوس. خليني نفتح معها قوس. خليني نفتح معك قوس. نفتح معك قوس. جردي نفسك، جردي نفسك وكوني صريحه معايا، لانه راح نجرب نكون لسان الحال. الصحفيه راحت كرمها مهوبي وعطى لها هديه وجات تشعر الآن وكأنه أصبع الاتهام لها، تقول لها أنه أنت مسؤولة على بؤس المشهد الثقافي في الجزائر. أنت جاهدة رمضاني كنت في مؤسسة إعلامية آنذاك في 2017-2016-2015 تم استدعائك من قبل وزارة الثقافة لتكريمك بمناسبة عيد المرأة، تروحي تقبلي الهدية أم لا؟ نعم أم لا بعد فوت؟ لا، قل لك ببساطة أنا نروح للتغطيات، نشوف الأفلام، نشوف وكنت موجودة افتتاح دار أوبرا، وكان موجود سلال في هذا وعمل صحفي، وكان موجود سلال ورحت وغطيت وعملت مباشر من قاع من دار الأوبرا واشتغلت وخدمت عن نفسي. ربما كانت توصلنا دعوات لكن أنا ما كنتش نروح، ماشي لأنه كنت مقاطعة باش تاني نتفقوا، هذاك الوقت اللي كان يروحوا ويعملوا كل شيء الآن أصبحوا ينادونا بالمقاطعة، ولا ما نكذبوش على بعضنا، ما نكونوش هذاك الوقت قليل اللي كان يقول لا وقليل اللي كان يجاهر بهذا الشيء. في النهاية تقبل دعوة مصداقية صحفي لا تقاس بهدية من وزارة الثقافة. ممتاز. لا في النهاية ما نروح نلوموا أنه صحفي دعاه، هي التفاتة من طرف وزير يعطي هدية هذه. هذا أمر عادي. أما أني الآن أنا رحت
كي كانت وزيرة خليدة تومي كنت رحت لتلمسان هذيك الضربة أكثر من 5 خطرات رحت لتلمسان وعلى عاتق وزارة الثقافة وكنا نروح وخدمنا ودرنا وغطينا وقدمنا تغطية هذه هي سمحنا مشاركين في الريع والفساد حنا كنا نديروا تغطيات صحفية حنا إعلام ثقافي كنا نقدموا الخبر نبحث عن الخبر أينما وجد ونقدمه تحت الريع ماشي الريع هذاك الوقت كان السياق مختلف كان السياق السياسي كله مختلف في عهد الوزيرة خليدة تومي وفي عهد نادية عبيدي وفي عهد ميهوبي وحتى في عهد مرداسي ربما أنا ما نقدرش ما كانوا يبعثوا لي سكرتار كانوا يبعثوا صديقاتهم يجيبوه من برا ويدوهم على الصحفيات وعلى السكرة ويروحوا الخارج المهرجانات مهرجان كان الفضائح اللي صرات يروحوا يبعثوا مهرجان القاهرة مهرجان اسكندرية مهرجان مال البريش تشوف الناس او هذو صحفيين وشكون هذو اطارات وزارة الثقافة يبعثوا في اصحابهم وصحباتهم مع احترامي للكلمة هذه ولكن أصدقائهم وصديقات بالمحاباة وما يبعثوا الصحفيين باش يغطيوا باش على الأقل ينقلوا صورة طيبة وهو بمشاهدة وكان قريب حدث في مهرجان كان وهي موجودة كانت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وقتها كانوا يأخذوا الصحفيين أصدقائهم للتغطية كانت موجودة وانت شاهدة وكانوا الصحفيين يروحوا أصدقائهم كانوا يروحوا يعني أعداد ربما يعدون على صبي 5 أو 6 صحفيين اللي هم كل سنة يروحوا طبعاً. على عاتق الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي كانوا يروحوا كانوا يمدوا الكتاب يعرفوهم باللي ممكن يشكلوا لهم معارضة ممكن حجرة عثرة أمام المشاريع المماليرة وليد ببساطة يعطيوا اسمانا يبعثوا كاش ولاية ولا حاجة تشريح الوضع ببساطة بجملة المشهد الثقافي قعد لعشرين سنة واجهة المشهد السياسي نعم القراءة الواحدة الرأي الواحد التفسير الواحد للنص الواحد كنا هكا نمشيو حبينا ولا كرهنا في ذلك الوقت كانت الأمور تسير انت ما تقدرش طالب من صحفي في الإعلام الثقافي يمارس ذيك المعارضة في جريدة حزبية نعم. ما تطلبش منه يقول لك لا في جريدة ممولة وعندها 5 صفحات إشهار من العنب ما تقدرش كاين سياق كله تقدر تمارس فيه وتقول لا يكتر خير الحراك اللي حررنا نعم. يكتر خير الناس اللي خرجت في 22 فبراير اللي خلتنا نحكيه بهذا الصراحة طيب. ويكتر خير الشباب سمحوا لي فضلي لازم نقولها باختصار يكتر خير الشباب اللي كنا احنا نراهنوا عليه احنا ما كناش نقولوا بلي هاد الشباب اللي حيدير لنا حراك وحيدير ثوره كنوا صرحاء اش كنا نسميو كنا نقولوا هذا جيل هذا حيدير ثوره وحيدير حراك شكون اللي خرجوا اللي كانوا يروحوا للاستاد حتى كتاب كبار وصفوا هؤلاء الشباب بالقطيع قبل الحراك ممتاز ما باش ما نروحش الى ابعد من هذا لانه مهما كان في مشاهد نحترموه راه يشوف فينا وبالتالي لازم نعيدوا لازم تكون دراسات سوسيولوجية وليد لازم تكون دراسات في العمق في الفكر تاع الجزائري كيف كان وكيف أصبح لهذا احنا اليوم ما نقدروش نحكيوا على قطاع بدون سياق اقتصادي سياق سياسي بدون كل هذه السياقات الموجودة وتقدر تحكي على قطاع ثقافي لأنه عمره ما يقدر ينبت ويترعرع وينمو ويمد ثمار في ظل فساد ما تقدرش فعلا. الفساد إذا كان في السياسة إذا كان في أحزاب الموالاة حيكون بالضرورة في كل الأشياء الواجهة في كل القطاعات هذه أولا وأنا قبل قليل نعاود نشد على هذه الفكرة التعصب لنا لحق له اليوم والتعصب للرأي وللفكر والشيء وللقراءة وللنص يأتي من التعصب أيضا في السياسة الموجودة على 20 سنة باش الرئيس بوتفليقة متابر في الرأي الواحد نعم ما تقدرش أكيد مستحيل طيب. تتقبل لكن رغم هذا لأنه منش حب المشاهد في النهاية كي يخلص الحصة يقول آه هذا الشيء كامل كان موجود في القطاع والله ما زلنا نروح نشوف فيلم والله ما زلنا نروح نشوف مسرحيه ما نقدروش نقولوا هذا الشيء كانت اشياء جميله انا اشدد على هذا الشيء وكانوا فيه ناس مناسبين في المكان المناسب هذا لا يعني مثل ما قالت هذا لا يعني ما نقدروش انك تقول اسمح لي لانه في الافكار تاتي هاي ما تقدرش تقول لي لانه انت صوت الحكمه والرزانه في البلاطو لا هذا صوت الواقع ويحيى قال لهم شرعيه الواقع هي الناس كي خرجت للحراك اصبحت هي شرعيه الواقع وهي اللي قلبت الموازين فيه واقع
كما فيه البؤس كما فيه الفرح. طيب كان فيه افلام مليحه احقاقا للحق، وكانت فيه اموال ضخت كانت في بلاصتها. نعم هذا واش كنت راح نقول، انا كنت راح افاد الفكره انك هذا الشيء ما لازمش تاني تعمل وتسود كاع المشهد، انك تقول انك تلغي التظاهرات، على العكس احنا لازم منا تظاهرات. انت في هذا الوقت انت تاسس مهرجان عنابه 2000 والمتوسطي. اسمح لي اسمح لي دقيقه ولي. اسمح لي. دقيقه نكمل الفكره نكمل الفكره. تاسس مهرجان عنابه 2000 والمتوسطي، تلقى انت كل الناس وحتى مثقفين وحتى اعلاميين في الحقل الثقافي، هذا هو المشكل. يقول لك لماذا احنا خصنا غير مهرجان سينمائي في عنابه؟ يا رجل انت تاسس مهرجان عنابه في تونس، يتاسس لك مهرجان منارات الفيلم المتوسطي نفسك، انت عندك مهرجان وهران للفيلم العربي اللي هذا العام على بالك شي لا راح يكون ولا ما راح يكون. انت في المغرب عندك تاسس مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، مهرجان مكناس للفيلم العربي، انت عندك مهرجانات ضخمه تاسس، وانت عندك مهرجانين قوي عليهم الضبيح كفى عليهم الضبيح. معليش اذا حفله ما قدرتوش ديروها في الجزائر تاع سوكينغ وطاحوا فيها 5 ضحايا واش مهرجان؟ لا لا انت الا اذا اكلت الامور لغير اهلها اكيد فانتظر الكارثه وانتظر الخراب. ولا تقص الامور هكذا وليد، ولا تقص الامور هكذا العالم. سما وشنو نلغيو كل الحفلات؟ لا انا جاهده جاهده جاهده، انا رايي جاهده يا جاهده. خليني نفهمك، انا بعد في سنوات التسعينات المرحوم حسني اقام حفل في 5 جويلية اكثر من 80,000 حاضر في الحفل. جاهده انا هنا من انا هنا لانقل. معليش يا سيدي نعطيك انا رايي بعد حتى نقول. يا سيدي نعطيك مثال، ملعب 20 اوت تنظم فيه المباريات كل اسبوع، لماذا لم يقع اي ضحيه؟ لماذا لم تقع اي ضحيه كل اسبوع الا في حفله سولكينغ؟ اكيد هناك امور تنظيميه، هذه الناس اخطات في التنظيم، وقع ضحايا، ربي يرحمهم، ويجب اقول محاسبه كل المسؤولين المتسببين في هذا الحديث المأساوي. وهذا ليس سببا لمقاطعه الفن ومقاطعه الثقافه ومقاطعه كل شيء نقدروا نتنفسوا بها هواء نظيف. اوكي اللي مبدع نخلوه يشتغل، الافلام لازم تكمل، اللي المهرجانات لازم تكون خاصه في هذا الظرف، لانه اجمل ظرف لازم تكون، لازم تكون في هذه الاشياء. اللي وصلنا الى سقف مرتفع من الحريه من القول، لا انا واصلين هذا السقف، علاش نقتلوه؟ هذيك النهار كنت نشتغل على تقرير قال لي واحد ما نديروش وخلاص، وانا لاتين بالسياسه ولاتين بالحراك. يا اخي لا هذا هو الوقت اللي لازم الناس تخدم، هذا هو الوقت اللي لازم الناس تبان، هذا هو اللي لازم تتصفى وتتغربل، واللي قادر يقول واللي قادر يخدم لازم يبان. هنا اللي لازم تبان الكفاءات وتتخبى الرداءة. كنا بزاف عشنا في الرداءة. انت لازم دوك تبان الكفاءات ويروح لكل ذي حق حقه، اللي يستحق المكان يبقى فيه، لانه الان اللي مراهوش يستحق المنصب تاعو راه الشعب يقول له لا ما نسحقوكش. ومرداسي كيف اطيح بها؟ كيفاش راح تمرداسي؟ الشعب طالبها استقاله. وبالتالي رانا واصلين لمستوى لازم نستغلوه ثقافيا. اكيد اكيد انت عندك يجب ان يستغل. نفتح قوس، اسمح لي اخر شيء، اجمل شيء معمر وي اجمل شيء كان في الحراك هو ماذا؟ بالنسبه لي بغض النظر على السير، كانت فيه ناس تهدر بعد سنوات ما قالتش ما هدرتش ما حكاتش ما تنفستش، خرجت وهدرت ولا بوليس تشوف فيها وما خافتش وفكت عقدتها. كاين ناس تغني وغنات، كاين ناس كانوا داروا منصة الخطباء وناس اللي يطلع يهدر ويروح. أنا تشفى في ثورة مصر كانت أشياء جميلة حدثت، وكانت أنا قريت مرة كتاب محمود أبو بكر واسمه صديقنا الإعلامي الإريتيري. نعم إريتيري كتب كتاب جميل حكى على كل هذه الأشياء الثقافية اللي كانت موجودة في الربيع العربي، كانت موجودة في مصر. إحنا اليوم في الجزائر إذا ما أسسناش في هذا المنعطف التاريخي، الكتاب بعنوان السادسة بتوقيت القاهرة، هذا هو السادسة بتوقيت القاهرة. نعم فيحكي لك على الأشياء اللي وقعت في ميدان التحرير بمنتهى الرقي، في خضم تغيير كبير في التاريخ المصري، كانت فيه أشياء في منتهى الرقي اختلفنا فيها ما اختلفناش، كانت جميلة. هذا نفس الشيء بالنسبة لي نحن اليوم في الجزائر على المسار الديمقراطي السياسي، احنا في منعطف كبير، احنا في منعطف لازم هذا المنعطف من لوبي وهش كما يقولوا بالدرجة، لازم احنا ايضا على المستوى الثقافي في منعطف ثقافي ينأسسوا الثقافة حقيقيا بفعل ثقافي حقيقي بعيد على ثقافة الريع وإهدار المال العام وأنه الثقافة فراغ وأنه الفن شطح ورديح. يا أخي الفن هو واجهة البلد، الفنان هو واجهة الجزائري في الخارج. كتقول اليوم الشاب خالد حبيت ولا كرهت تقول الجزائر، أكيد تحب ولا تكره. فإحنا أمامنا خيارين، يا إما نفسدوا كل شيء ونقولوا كل شيء فاسد ويروحوا قاع هذاك الشعار ويتنحاو قاع ونهدموا كل شيء ونبدأ كل شيء من جديد، وهنا يلزمنا دي سيكل باش نوصلوا، يا إما نستغلوا ناخذوا الجيد
ونبنيو عليه ونكملوا. نعم. فاحنا لازم نختار الغربله. نعم يجب الغربله. يجب الغربله. كان نضيف برك على كلام على كلام جهيدة. احنا في هذا الظرف انا نفرح كي نسمع اليوم نشوف اليوم بلي عرض مسرحيه بعد ورشه. وين كنا احنا اليوم بعد ورشه؟ انا اشوفها من اجمل المسرحيات. تشوف انه تخرج من هذه الاشياء. هذه الاشياء كما قالت لك في وسط هذا الاحباط. انا شخصيا انا محبط. انا محبط وانا اكثر انا محبط. انا تجيني دعوه رايح لمصر نحضر مهرجان القاهره ولا راح نحضر مهرجان الجونه ورايح نحضر مهرجان السينما العربيه في السويد. السويد تنظم مهرجان السينما العربيه وانت على بالكش مهرجانك اللي يتنظم ولا لا. هذه الاشياء وانت في بلادك ما كاين والو والناس تسالك من برا الاشقاء العرب يقول لك متى صالون الكتاب ولا متى مهرجان المسرح ولا متى مهرجان السينما الفلاني وانت واش تقول؟ ما على باليش. عيب انك تقول كلمه ما على باليش. هذه دوله. اسمح لي دقيقه. اليوم أيضا نقولها وأنا نقولها باعتزاز وفخر كبير كإعلامية جزائرية. الحراك الجزائري أبهر العالم. أكيد. ما نقولوهاش جزافا أو لأنه إحنا جزائريين. باعتراف البلدان العربية باعتراف الغرب. صحيح. كي خرجوا لي جيلي جون واش قالوا؟ أوني با لي زالجيريين كسروا. إحنا ماناش جزائريين صح ولا لا؟ فعلا فعلا. فعلاش ما نبقاوش نسوقوا لهذا الصورة على المستوى الثقافي؟ صحيح. تفضل عبد العالي مزغيش. النظام السياسي احتكر المشهد الثقافي النشاط الثقافي. يعني النظام السابق نظام بوتفليقة احتكر وهيمن على القطاع الثقافي بل حتى الأنظمة التي سبقت بوتفليقة. يعني النظام عموما السياسي هو اللي يهيمن على قطاع الثقافة. يعني تشوف أنه لازم تكون في إرادة سياسية للنشاط الثقافي. لازم تحرير قطاع الثقافة ومنح هذا القطاع للمجتمع المدني لجمعيات لمؤسسات خاصة تعنى بالثقافة ومراقبتها طبعا. حتى لو كان نعطيه لها المال هذه فرضا لو كان دعموها ماليا يجب مراقبتها أيضا. فنعطيك راكونت آر هذه احكي لي ثقافة في تيزي وزو بأموال المواطنين تاع القرية هذه تبرعات. نعم. تبرعاتهم بعزيمة فنانين مستقلين استطاعوا أن يصنعوا حدثاً. نعم. خلال مجموعة من الأيام بدون اعتماد على ميزانية وزارة الثقافة. كانت أيام رائعة. رائعة. لأنه إيمان رائعة. لأنه عندهم إيمان بالفعل الثقافي. طبعا. حتى أهل المنطقة عندهم إيمان بالفعل لو ما نروحوش بعيد فقط لرون كوتر سينماتوغرافي تاع اللقاءات السينمائية اللي بجاية. في بجاية. بدأت عن طريق جميل. ولحقوا الدورة الرابعة عشر وكل سنة يقام هذا المهرجان رغم كل التضييقات ورغم كل الظروف. يجب إذن على الدولة أن تحول هذه الثقافة إلى استراتيجية فعلا حتى تكون واجهة لبلادنا في الخارج. أنت البلد الوحيد ربما البلد العربي الوحيد اللي ما عندوش مهرجان دولي للسينما. تونس عندها قرطاج واجهة، المغرب عندها مراكش مهرجان دولي كبير واجهة، مصر عندها القاهرة دمشق يعني مهرجان دمشق الدولي قبل المأساة التي تعيشها سوريا كان مهرجانا كبيرا. وانت الجزائر برغم كل الأموال التي كانت موجودة لم تستطع التأسيس لمهرجان دولي يقام في الجزائر العاصمة أو في أي ولاية أخرى مهرجان كبير دولي يستقطب إليه كل صناع السينما من العالم تما عندكش. لماذا يبقى السؤال مطروح؟ ورغم 22 فيفري رغم هذه الثورة تاع 22 فيفري ما زالت بعض الجمعيات وبعض الشخصيات الثقافية تنتظر لوتوريزاسيون ترخيص تاع الولاية باش دير نشاط أمسية شعرية. مازالنا رانا إلى يومنا هذا تحب تدير نشاط ثقافي لازمك لوتوريزاسيون تاع الإداري تاع مكتب الجمعيات تاع وزارة الثقافة وزارة الداخلية أو الولاية. للأسف الشديد مازال الرقابة على النشاط الثقافي للأسف الشديد. وهذا يفترض أنه بعد 22 فيفري أنه تقدر دير أنشطة ثقافية وما تسناش لوتوريزاسيون تاع أنا قبيلة سقسيت هذه بيروقراطية قلت لهم لا نقدروا نروحوا نديروا نشاط ثقافي. قال لك لا لازم لوتوريزاسيون تاع الولاية. والولاية إذن هي تهيمن. هذا يعجبه يعطي له درجة وهذا ما يعجبوش ما يعطي له. هذه الرقابة على الإنتاج يجب الفني أيضاً والثقافي يجب القضاء عليها. صحيح. جهيد رمضاني في رأيك شنو هي الحلول لتجميل المشهد الثقافي الجزائري اليوم بالجزائر؟ ما نقولش تجميل لكن لعودة الأمور إلى مكانها المناسب. يجب أن يتحرر القطاع الثقافي من ثقافة الريح. يجب أيضا أن يوضع على رأس الثقافة من لهم علم ودراية بخبايا وبمشاكل وبخصوصية القطاع الثقافي بحد ذاته. ما تقدرش تجيب أنت شخص ما عندوش دراية ما كانش ناشر ولا ما يعرفش العراقيل الموجودة وتحطه على رأس قطاع. ثالثا على الإعلام الثقافي أن يقدم عمله
نقدوا بطريقة موضوعية دون الخوض في مصالح ضيقة، دون تصفية حسابات لأشخاص دون أخرى. علينا أيضا أن ننقل الصورة الحقيقية للفيلم، للمسرحية، للسينما، أن نتمكن من نقل الخبر كما هو موجود من مصدره بموضوعية. هذه ثانيا. ثالثا أيضا على الجزائري أن نخاطب الجزائريين أن يتحرروا من ذهنية أن الثقافة ترف وأن الثقافة زيادة بين قوسين. الثقافة من صلب اهتمامات الإنسان، ما نقولش الجزائري، الإنسان بعوالمه، الإنسان بفكره، الإنسان بتواجده. على الإنسان احنا أيضا كجزائريين أن نجعل من الثقافة فعل يومي نمارسه كما نمارس كل حاجياتنا البيولوجية. أيضا علينا أن نتحد كإعلاميين ثقافيين، احنا كإعلاميين في القطاع الثقافي اليوم، أن نتمكن من تقديم صورة مشرفة، صورة جميلة كما قلت قبل قليل، وليس الصورة البائسة. وإن كانت الصور البائسة للثقافة موجودة في كل البلدان بما فيها الغربية وليس فقط العربية أو الجزائر كمدينة خاصة. أنا سعيدة اليوم وأني نحكي ولا يفصلنا عن الموعد الدولي للكتاب سوى شهر. أتمنى أن تكون هذه الطبعة أول طبعة بعد الحراك بعد 22 فبراير، أن تنشر فيها الأسماء التي تكتب، التي تم حظرها في 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 طبعات في طبعات سابقة وتم منع كتبها من دخول معرض الكتاب. أتمنى أن أقرأها هذه السنة. أتمنى أن يكون سقف الحرية وسقف النقاش أكثر ارتفاعا عن ذي قبل، كما الحراك اليوم استطاع أن يرفع سقف الحرية، أن سقف النقاش أن يرتفع إلى أكثر وأكثر وأكثر. الثقافة ما تتبناش في 6 شهور، باش قبل ما نختم، ما يش حتتبنى في 6 شهور، نتوهمه، يلزمنا وقت، وهذه هي الطبيعة البشرية. مع الوقت نكبروا، مع الوقت نشتغلوا على أنفسنا، نشتغلوا على السياق الموجودين فيه، باش في النهاية نقدروا نقدموا صورة بلد حقيقية بثقافة حقيقية نباهي بها وسط البلدان وسط العالم. أضيف فقط على كلام جهيدة، علينا وليد تأسيس لفعل ثقافي حقيقي، علينا تأسيس لمهرجانات سينمائية حقيقية سواء مسرحية أو مع تأسيس لمهرجانات مسرحية حقيقية، تأسيس لمعارض كتاب حقيقية، وحتى الزيادات في عدد المهرجانات. هذا جميل وهذا شيء الكمية. هذا شيء أكيد الكم الكم الكم، ويجب أن يكون الكيف كذلك، يخلق النوع أكيد على كل لا يجب أن نؤسس مهرجان. لماذا لا في أي ولاية يكون كاين مهرجان سينمائي؟ عندك المغرب مهرجان أكادير، مهرجان مكناس، مهرجان دار البيضاء، مهرجان مراكش، مهرجان طنجة، مهرجان الناظور، وكل مهرجان عنده تخصص تاعو. الفيلم الوطني في طنجة، مراكش مهرجان دولي، مهرجان الرباط للسينما المؤلف، كل منطقة عندها خصوصية مهرجان. احنا عندنا مهرجانين فقط ومقويين عليهم الهضرة وكثير والانتقاد، وهذاك الانتقاد اي كلام وخلاص، وهذو هم سرقوا، وهذو هم داروا، وهذا علاش جابوا فلان، وهذاك علاش ما جابش فلان، ما تعرضوش يقلب عليك الدنيا، عمره دار فيلم، عمره لعب في فيلم سينمائي وقال كان على ما يعرضونش. يا رجل هذا مهرجان واسمه مهرجان سينمائي، انت عمرك درت فيلم، كيفاش يعرضك الراجل؟ ولا انت ماشي مليح ويطيح عليك وهم سرقوا داروا، وتولي تتهم في الناس واي كلام هكذا في الباطل. التكسير سهل، اسهل شيء هو التكسير، واسهل شيء هو الانتقاد، الهدم، واسهل شيء هو الانتقاد. وحنا ما ناش ناقصين هذا الانتقاد، احنا بحاجه الى بناء ثقافه حقيقيه تسع كل جزائريين، ونحن بحاجه اليه. يا انا في رايي فتح ملفات القضاء لازم، هذو السراقين يدخلوا الحباس، هذه باش تخليه يدي ملاير تاع البلاد ويروح يهرب الخارج ويدير بها ويدير لازم حتى صحيح. يرتدع من ياتي بعده، باش الوزير الجاي تاع الثقافه يولي خاف، من عايش هذو جماعه، ما نديرش الشلاليه، ما نديرش ثقافه العصب ليكرون اللي كانوا شادين قطاع الثقافه، لازم ما يكونوش ديكرون، لازم كلنا شوفوا الثقافة على أنها غذاء لازم ندوه للبلاد، لازم تحاسبوا عليه، لأنه هذه أمانة. أتمنى أن ميزانية قطاع وزارة الثقافة تزيد، علاش ما ينحيوش من ميزانية واحدة أخرى تاع ما على باليش أنا، وزارة الدفاع ربما، وهي أصلا هي دفاع مقاومة. لما تدعم ثقافة بلادك راهي مقاومة، نوع من الدفاع أيضا. الإداريين، سطوة الإداريين على قطاع الثقافة، لازم الإداري هو في خدمة الفنان، في خدمة الرسام، في خدمة أنا الشاعر. عبد العالي هنا اسمح لي أنا هذه النقطة نسيتها، لا يجب أن نختصر الأمر في الوزراء،
مش الوزير هو، صدقني رجعوا كلهم لكلامي. شوف صدقني صدقني وأنا أعرف ونعرف خبايا وزارة الثقافة وما هو موجود داخل وزارة الثقافة، والله إطارات وزارة الثقافة أكثر سوءا من وزارة الثقافة، والفساد معشش داخل وزارة الثقافة. وإذا تمت المحاسبة لا يحاسب الوزير فقط، بل حتى هذه الإطارات يجب أن تحاسب، هذه الإطارات التي تتدخل في منح المشاريع، وهذه الإطارات التي تعين. وأنا أعلم ما أقول، وزيرة مثل مريم مرداسي لم تكن تعرف قطاع وزارة الثقافة، ومجموعة من الإطارات هي التي كانت تتحكم، وهي التي كانت تسيرها، وهي التي كانت تقول لها ما ماذا يجب أن تفعل، وهي كانت تمتثل لتلك. وخلي الحديث على لجان القراءة التي تمتثل لأوامر الوزير الفلاني، ولجنة القراءة التي أنهيت مهامها كاملة بسبب سيناريو بسبب اسمها بزاف سيناريو حتى هذه الفرنكو الجزائرية رحلي اسمها. بالتالي إذا يجب محاسبة الكل، ويجب تغيير هذه الإطارات، لأن الفاسد سيبقى دائما فاسد. ماشي درهم، هذه الدرهم لحفي مديرو بعض مدير ولا كثير من المديري مدراء ثقافة. أكيد لما نتحدث عن الإطارات نتحدث عنهم كلهم. عباك يشوفوا الثقافة تبرير ميزانية. يا أخويا عندي قال زوج ملاير جيدة، نعطيك لبون تاع زوج ملاير ولي فاكتور تاع زوج ملاير. نعطيك مثال حتى غلبني الضحك. في مدير ثقافة في إحدى الولايات الداخلية، في أكيد أي مديرية ثقافة عندها ميزانيتها الخاصة من أجل فعل الثقافة في تلك المنطقة. قال لك لما توصلوا ميزانية وزارة الثقافة في نهاية السنة عاود يرجع كامل الميزانية، ما يدير حتى فعل ثقافي للأسف. شكرا، خلاص هذا هو البؤس، هذا هو البؤس الحقيقي فعلا. شكرا جزيلا جهيدة رمضانية، شرفتنا بحضورك. شكرا جزيلا عبد العالي مزغيش، شرفنا بحضورك. شكرا جزيلا صديقي فيصل، شكرا وليد بحضورك. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه عددنا لهذا المساء، نلتقي الاسبوع القادم بموضوع اخر مع ضيوف اخرين. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي انا وليد حميش والفريق العام معي هذا المساء، الى اللقاء.